إذا عندك كاميرا من نوع DSLR وتعبت من جودة الصوت السيئة بسبب استخدامك للميكروفون الموجود داخل الكاميرا، خلوني أعرفكم على أفضل ميكروفون خارجي يمكن استخدامه للكاميرا. نبتدي مع بعض الحلقة الحين. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقتنا هذا الأسبوع، واليوم راح نلقي نظرة على ميكروفون شور VP83 لينز هوبر من شركة شور المعروفة، واللي في اعتقادي هو من أفضل ميكروفونات لكاميرات DSLR. سعر الميكروفون اليوم في حدود $200، وكالعادة إذا حابين تدعمون القناة راح أخلي رابط في وصف الفيديو تقدرون من خلاله أنكم تشترون الميكروفون. في من هذا الميكروفون نوعين، النوع الأول هو VP83 والثاني هو VP83F. النوعين متشابهين بشكل كبير في ناحية طريقة التقاط الصوت. الفرق الوحيد بينهم هو أن VP83F تقدر من خلاله أنك تسجل الصوت بشكل منفصل على فلاش ميموري. الحلو في نوع VP83F هو أنك تقدر تسجل الصوت في جهتين مختلفتين، الجهة الأولى اللي هي على الفلاش ميموري وفي نفس الوقت مباشرة في الكاميرا نفسها. تضمن لنا هذه الطريقة أن راح يكون عندنا نسخة احتياطية أو باكاب من الصوت، إضافة إلى أن VP83F في البري أمب أفضل من اللي موجود في الكاميرا. البري أمب هو الجهاز اللي يعطي القوة حق الميكروفون. النوع اللي عندي اليوم هني هو VP83 اللي بدون الفلاش ميموري. الميكروفون هو من نوع السوبر كارديويد بولر باترن، وهو مشابه للميكروفونات المستخدمة في تسجيل الحوار الصوتي في الأفلام اللي من نوع الشوتغن ميكروفونز، واللي تتميز بمجالها الضيق لالتقاط الصوت من أمام الميكروفون فقط. فهذه النوعية تلغي الأصوات من الجهات الجانبية والجهة الخلفية للميكروفون وتسجل فقط الصوت الصادر مباشرة من الجهة الأمامية. يعطينا الميكروفون ثلاث خيارات من ناحية مستوى الصوت، عندنا -10 dB و 0 و +20 dB. سبب وجود هذه الخيارات المختلفة هي أن البري أمب الموجود داخل الكاميرا عادة ما يختلف في مستواه وجودته، فتوفر لنا خاصية التحكم بقوة مستوى الصوت إمكانية استخدام الميكروفون في أكثر من نوع من الكاميرات. نلاحظ أيضا وجود زر اللو كات فلتر، واللي راح يلغي لنا الترددات اللي تحت 300 هرتز، واللي عادة ما يكون مصدرها الأصوات ذات الترددات المنخفضة مثل صوت محرك المكيف على سبيل المثال. الميكروفون ياخذ قوته من خلال هذه البطارية اللي من نوع AA، واللي تعطينا تقريبا 130 ساعة عمل. يتوصل الميكروفون بالكاميرا عن طريق هذه الوصلة اللي من نوع 3.5 mm، واللي تتركب من خلال هذه الفتحة. الكاميرا اللي استخدمها هي من نوع الكانون 90D، واللي فيها تكون فتحة الميكروفون في هذه الجهة. لما نوصل الميكروفون بالكاميرا، في بعض الإعدادات اللي لازم نضبطها بشكل صحيح عشان لا تواجهنا أي مشاكل في الصوت. الإعدادات هني راح تختلف على حسب نوع الكاميرا اللي عندك. إعدادات كاميرات الكانون تقريبا كلها متشابهة، فنروح على القائمة الرئيسية اللي باللون الأحمر ونختار Sound Recording. إذا ما غيرت أي شيء فيه راح يكون على الأوتو، بما معناه أن الميكروفون المستخدم هو الميكروفون الداخلي للكاميرا نفسها، واللي طبعا لا يمكن الحصول من خلاله على جودة عالية من الصوت. فأول شيء نسويه أن احنا نغير مدخل الصوت من أوتو إلى Manual. أول ما نغيره راح يطلع لنا شيء اسمه Rec Level أو Recording Level. ضبط هذا المستوى بالشكل الصحيح جدا مهم، لأن إذا رفعناه أكثر من المطلوب الميكروفون راح يسجل الصوت والنويز بشكل كبير، فبيصير عندنا صوت تشويش عالي. حاول تغير في مستوى الصوت إلى أن تصل إلى المستوى المناسب. أنا عادة أخليه في هذا المنطقة تقريبا، لأن بالنسبة لي راح يسجل مستوى جيد من الصوت. خلونا الحين نجرب الميكروفون. هلا بكم شباب مرة ثانية. الحين اللي قاعدين تسمعونه هو صوتي مباشرة من ميكروفون الكاميرا، مو مركب الحين الاكسترنال ميكروفون، بس اتوقع ان الكواليتي بعد لحين مو ولا بد، لان وهاي بعد انا في غرفه اكوستيكلي تريتد، يعني مثل ما انتم شايفين الفوم موجود على الطوف، فما فيها وايد ريفرب، ما فيها وايد ايكو، بس والمسافه بعد بيني وبين الكاميرا تقريبا يعني هي مسافه ذراع واحد. ف ايش رايكم في الصوت مال الميكروفون الا في الكاميرا، كاميرا اللي هي 90D كانون 90D؟ خلونا الحين نركب الميكروفون الاكسترنال ونشوف شلون الصوت راح يكون. هلا فيكم مرة ثانية. الحين الصوت اللي قاعدين تسمعونه يا شباب هو الصوت من الميكروفون الاكسترنال. شو رأيكم فيه؟ هل هو أفضل؟ هل هو أسوأ من صوت الميكروفون الموجود على الكاميرا؟ خبروني تحت في التعليقات. ما
مثل ما قلت لكم، هاي النوعية من الميكروفونات الحلو فيها أنها تأخذ فقط الصوت من الجهة الأمامية، فما راح يأخذ لي صوت الغرفة اللي أنا فيها. كتبوا لي تحت شو رأيكم في الميكروفون. الصراحة الميكروفون جدا رائع وعملي، وجودة الميكروفون اللي يعطينا إياها أفضل بمراحل من جودة صوت الميكروفون الموجود في الكاميرا نفسها. والحلو في الموضوع أن تركيبه وضبطه أمر سهل جدا وسريع، خاصة إذا كنت مستعجل وحاب تفتح الكاميرا وتصور على طول. وفي نهاية هذه الحلقة لا تنسون اللايك والاشتراك ومشاركة الحلقة مع أصدقائكم، وإذا عندكم أي استفسارات اكتبوها لي تحت في التعليقات. أتمنى لكم دوام الصحة والسعادة، وأشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة.